استفدنا من هاللحظات اللي قضيناها مع بعض. العمل المؤسسي هو الطريق الوحيد والأفضل لإيصال المنشأة إلى النجاح المطلوب والمحافظة عليه بطريقة عمومية. الطريقة هي لازم تكون موثقة تمكن المنشأة من الاستمرار لأجيال عديدة. إحنا مالنا بهذا الوقت، إحنا بدنا الإقدام الاستمرارية. يا سلام، في ناس جايين بعدنا لازم يستفيدوا من الشيء اللي إحنا هنوثقه ونكتبه ونعطيهم إياه مثل مرجع لهم. يا سلام، واحد ذلك عن طريق توثيق القواعد والسياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أعمال المنشأة. يعني نحن المنشأة إذا بدنا نشتغل فيها المفروض بعد ما نوثق هذا الشيء مو بس نكتبه، لازم الموجودين في المنشأة يتعلموه ويتدربوا عليه بحيث إنه أي شيء جديد أي ناس جديدة جاية على المنشأة يكون عندهم خلفية من الناس الموجودين قبلهم. هن اللي علموهم، هن اللي وثقوا لهم كل هذا الشيء اللي حكينا. يا سلام عليك، يا سلام.